بلو بسم الله الرحمن الرحيم وحال ما أنت هلك نصف فلسطيني وعم محمد عبد علي إن أنا مدحوينه ما أنت دويدة وكوقبتي ما صار شركي بي واشا وحق صار قريب الحسكي عصرت عاد يا عاد أيام القفر حي ما دام هو عاي مدحه خلص سبالي لان بركي مدحوني يا شيئين أنا أنت بدون بكبر هين دلك لكن موسى بيح عبدي وحاو صوغ علي قيمها إلا هي عصارت يد الحسك عاد يا عاد بقى القفر حي السوق السمر كان له سمي ميوسي يم بصوب أولا قلت سيها هلكي خيريتها تاسو خوي يلوغو ورون لها تاريخ دي وقدن كان وحان ددوينا هرير سمي الله لله شعبي هرير سمي الله لله مضح يمي تشبا هدا اكتي ودن كي لهي نسي اي اوها شان قيب مانا ايدان كتهريبتين مانا ايدان كرلوفتين قفوا لبام هلكي سأيوك قدرق لها وأي ودن كوي حلوية تضبر الصوص العيد ربيه تمسع عضوه بد عضو لير وكلهم كي خيرات كي دون يهين حيب علاء حول النور عيد لير روب توقع بيو انت بولي انت اصول معاي نظر ما انت وحاضر اي نغلير تلحيس كي اركول الشيكي وين هروق فايدي سنشرين انك استوعو قوبيه دلحيس كا دولدي هوري موسيد دولدي سنكهوري أي لما تود دوينا هي يجوا بكون تكلف فلان والله قايب صدي وأنا الله هين ميل أنه ما أنت كدوله وحويا ماذا حويني ودن كأثرتو أنا كفر حسن أرن كي عاد ما أنت لو تكل واجي سي ودن كعاد ما مشي عاد حكمته وودن عاد قال واه إلا بقول إياه لحنا جوبات أيه عن الريكورد قرينا يونسكو إن بدنا نوين نقص صنطي سلاس أيه فان ولا فريق قطنين وأنا قارن قبل ذي فك فجاي بارجع أنا حارض لقالة هالنقطة ما حارض كلام هالنقطة أنا جو حماد عيلة محمد عبد علي كل يوم دش جاي قرن السبعة مرينا يا and مدشن إياه لبعض السرعة وحان كشقيني يا الكل تجا يسها من تأثر تيد الحزك ماذا حويلي يا شعب كي جبوا حلا وحان الكوجول يسني شن إياه لبعض كاسنة درس صوتي وقصو باللبن يسني كوني يا سقال بقول سقاشني يا صدق ذي إلا الصبح ساكا إلا ما تشا مع عضد ومدنا فرنسيس تهي من ناس سويدن انتهي انتهي إسبانش أي نرش قيا ومدنا مقالوا هيك شيء قسم من نرفع أرتسك وحا قولة إن كتب بدل لقى قري وحا قولة بعضة إن مالتا أشغى عبورو لغطي وتدبر تنيقف كشق يسو تلحيسك ما لنتي أنتقي oo ninkii koobaad ee gacan qabtay waxa madaxweyne ku xigeenkii jamhuuriyadda Soomaaliland xilligii Daahir Riyale Axmed Yuusuf Yasiin ayuu ha ninkii koobaad ee gacan qabtay ilaa askar shaqaalaha u qoray ee arintan aan uga tabaxsiiyay runtii koox aqoonsi weyn ma tahay doonayna koox Faransiisku oo ilaa 16 qof ka kooban markii aan laaskaal 2004 ka shaqeynay ayaa meesha laga gacalibax tagnay إن سعيد لهم أنت مجانا تشوجا بقى ترجمان نوعه وعفك فرنسيس كنت ترجمان يجي أنا قص صعب بل تكذي مركي أنا قص علي بحتنا يلا ميري راف فرستايا لو جوجلي ما أنت صاحب ما أنا صشوا وإيش يا كيستن سعيدنا تبدا يو يا ربح سعيد هو قص نقضي يا قاله لما كان أقوس يا يدور يان قعدت كويس تردون كنا يا جماعة ملح ويا هلك واحد على سيرتي الدنيا ضعدن ما بحويني تاكو بشار سعيدنا وتشوجا خبرتنا ويتشوكته وطن كنوع عصا أياد ما مشى ومدحونا كتهي أولي هيك سي معها إنه نسقع عينة في يد ذاتك غير سماء الله أما إنه مرن إياه رواية كتره شغو أيان اللي قبها هي مدحونا شيء على بعضك هسق الله يعني لو شغل أودي كنتي وشدد الوحى يا هيد كو مركي عن دودي محمد سياد بهالوقت وقت جدي أهيد وحنا قال يعني قا هوشن لوك رجلا إن ود كان على ذين دولنا وين كهيا روان يقولين إن تاريخ يقول في الصباح له نسيبنا تمس لك بعدي أو عن صقري هل كن كده رايق على لا صقري ودك
waxaan aangoostay 1983 in aan heryada u xidho oo aan soo saaro. Waxaa halkan igala shaqeeyey saddex hablood oo mid walba wax ka qortay, oo ay u mudnayd inanta la yidhaahdo Nuure Huda oo in badan iyaduna igala shaqeysay, oo Nuure Cali Balfis la yidhaahdo, Sacda Mire oo brofesorad ahayd ayaa iyaduna igala shaqeysay oo ii timi oo aan soo tusay goobaha si ay adduunyada u gaarsiiso. Maryam Ibraahin Cabdi oo iyaduna reer Baris ahayd ayaa iyaduna ii timi. Marka madaxweyne hortoogogin ahay hogaamiyihii hawsha aasaarta, waxaanay ku qurux badnayd in aad war badan ka hayso oo aad wasiirka iyo wasaaradda qiimaha badan ee maanta meel walba deyreysa ee xulxulaysa iyo agaasimayaasha qiimaha badan ee hawshan u soo jeeda anigu saamiyaalahay aad wax weydiiso intaan codku kaa bixin. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba kuugu gawaabinayaa, waddanka waa dogtor miidiya fara badan baa jira, cadowgii waqtigii faqashtay inala dagaalamayay mid ka fara badan baa maanta waddanka jooga oo waliba miidiya helay. Fadlan iska hubso waxyaabaha miidiyaha laysu soo dhex geliyo. Waxaanad ku bushaaraysataa dhowaana in jaamacado hor laynugu socdaan oo anigu xiriirkooda maantadan ogahay. Hadday raadiyo tahay, hadday telefishin tahay, hadday idaacadda tahay, magacayguna Maxamed Cabdi Cali. Mar labaad shacabka reer Soomaaliya waxaan ku guwaabinayaa, iska rawooyinku waxay guraan dhagaxyada oo waxay ku daadiyaan magaalooyinka kusoo kabisaan. Waddankeenna wuu fidayaa, marka uu fidayo ee magaalooyinka fidayaan aynu beelanayna imika isu soo bedelayno. Waxaa dhacday dhul badan oo aasaarad in beela laga dhigo, magaalooyin badan ee camuud iyo shiik ka mid yihiin dhagaxii laga guro, xabaalo badan oo aada u qiimo badan la barbaa'iyo. Ilaa 44 nooc oo xabaalo ah baynu leenahay oo iyagana kabis loo soo rarto. Waxaa jira dad falata bilaabay, waxaa jira qaar soo sameeyey wax aan ahayn oo dowlado kale shisheeye ka dambeeyaan. Waxaasoo dhani waa burbur ku socda waddanka. Waxaa jira nimanka dhagaxa jabiya oo burburiyey bilmata markaa soo qaato 72 dibiga adduunka ugu quruxda badan wuxuu ku yaalaa waddanka la yiraahdo Isbaanishka. Dibiga labaadna wuxuu ku yaalaa ee geeska Afrika ugu weyni, magaalada Gabiile. Madaxweyne waxaad ogaataa oo shacabka reer Soomaaliland dhammaan guda iyo dowladba ugu bushaarinaya maanta aasaarta wasaydaha qaarkood sida ay qoreen inaynu waddanka sharaad nahay. Gacantan aanu ku haynaa waraaqihii adduu Afrikana aynu hogaaminayno rog artiska oo dhan quruxdiisa, innagoo qiimaha intaa la egleh, innagoo waxaynu wax tira aanay lahayn dhallinyarada iyo jaamacadaha, iyagana waxaan ku guwaabinayaa inay hawshaa ka qayb qaataan. Madaxweyne, waddanka iminka waxaa jooga ilaa 4 brofesor oo dalka gudihiisa ku sugan. Axmed Ducaala kamid oo iminka wasaaradda nala jooga la taliya, hore reer Suudaan ahaa oo soo noqday. Xuseen Dhegaweyne in la yidhaho oo s d f jooga oo isna b h d a baa jooga, labadaba waa b h d. Allamagan baa jooga nin la yidhaahdo Ina Shuruf oo Najiib la yidhaha baa jira. Aa, Najiib Shuruf waxa weeyaan dhamma 4 brofesorba way joogaan. Sacda Mire un baa ka maqan. Mid imanka soo socda oo dhowaan inoo iman doona oo isaguna nin reer Sheekh ah oo ninkii odayga Sheekh Mintooya Cabdiraxmaan Maxamed Cali ayaa isaguna soo socda oo aada u garan doonto. 5 brofesor ama 6 brofesor baynu leenahay. Waxaan leeyahay 6 brofesor si aad u howlgelin lahayd ee ay waddanka wax uga qaban lahaayeen. Anigu waan sahmiyey, adiga ayaa madaxweyne lagaa sugayaa iyo wasiirkaaga iyo wasaaraddaada. Waanan u mahadnaqayaa wasaaraddeeda iyo shaqaalahayga dhammaantood sida wanaagsan ay hawsha u qabtaan, ay ila qabtaan, iyo dadweynihii reer Soomaaliland 15 sano taageerayay. Waa yaan ugu dhaqaale ma lahayn, iyagunba wax ula soo loola. Wasalaamu calaykum.